ايه يا وطن؟ ايه اللي نابك؟ ليه يا وطن في لحمنا نابك؟ عشاق عيونك ليه تغميهم؟ ايدين شموعك ليه تطفيهم؟ وحنينينك ليه تأسيهم؟ ليه اللي غزلوك في المصانع واللي زرعوك في الغيطان واللي كتبوك في الشوارع على الحيطان تشكر اساميهم؟ ليه يا وطن؟ سفنتك راحة فين يا مصر؟ وليه يا مصر سكانها ما سألوش السؤال ده؟ مع انك بتتميلي وحواليكي 200 نوة وشعبك في الشقا غرقان وسمك القرش والحيتان بيتقسموا سوا دمه وقبطانك ولا همه وبحارة خلاص هيوصلونا القاع بنفس اللحم والايقاع ونغرق جوه سفينتنا ومش لاقيين فنار او بر وللقاع السفينه كلها تنجر ولما نضيع ندور على اللي كان سايق وكان سكران ومش فايق بنلقاه فر كده بننطر كده كل الوطن بيروح كده لازم يسوقها نوع كده يا روح ما بعدك روح واسكت ليه وانا فينا فين وليه ما جاوش كده غارة على اللي قاعدين على الطارة وسايقين السفينة وهي من دارة خلاص ما فيكيش كده يا مصر بحارة يوروه الطريق لحسن ما هو الشايف وانا خايف الاقي سفينتي غرقانة في عتمة ليل في بحر الويل ومتسلم صكوك بيعها لإسرائيل سفينتك راحة فين يا نيل لا مش عليه هو اصل هو بيصلي على الباب